السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ شرط طيبين، معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الرابعه من كوف ديوتي بلاك اوبس كولد بور. ولكم نبدا تضغطوا زر السبسكرايب، والله يعطيكم العافيه على دعمكم بالحلقات الماضيه. شكرا لكم من كل قلبي على الصراحه، دعمكم جدا جميل وتعليقاتكم جدا حلوه، فبكل قلبي والله شكرا لكم. تبتصل دعمكم الجميل، خلونا نكمل باللعبه الجميله ذي. بسم الله. اوكي يا اخوان، خلونا نكمل اخر مره وقفنا هنا. What about uniform? بس كيف هذا اللي قاعد يمشي حارس ده؟ هو اللي كنا قاعد نلعب فيه الحلقة الماضية. Okay, I will lead them through in this trap. بيلي كوف اسمه. هو اللي لعبنا فيه الحلقة الماضية لما سممنا ال. Take cover. Keep it clean. Uniforms are no good to us. سممنا القائد هذاك العسكري. طبعا تأخذ لازم الدس هنا. Там. Я нашел не запертую дверь. Нет никакого оправдания этой некомпетентности. У нас есть очень строгие протоколы, чтобы это предотвратить. Понятно? Шалом, еще фана. О, нас бактулло. Я сала. Элхед, это ли мана? To leave, but you should have everything you need. Now, if stopped, you are reporting to Commander Sobel. Get changed. طيب، طب لازم عارفين بس من البسرة. سوي شغل هتمان دحين. في ان شاء الله دحين يشكوا فينا بيبنا لبسين زي حقهم. Here, our weapons and key card are in the bag. Come on, this way. Let's run the bunker. We're on our own. والله صراحة شوف المهمة الماضية ما كانت سهلة ذيك، لك لازم تجيب السم وسمم القائد العسكري ذاك. صراحة مرة طولت فيها. يا سلام، محد شك فينا. الحمد لله. خذ حط من هنا. يعني ما ادري صراحة احنا سممنا القائد هذاك، عارفين؟ ما ادري يعني هل شافوا الجثة ولا كيف عادي؟ ان شاء الله يعني ما راح تشوفونه. товарищ, можешь отпустить нас? Ладно. وين يتكلم اللغة حقته؟ فين؟ مرة صراحة الشخصية ذي رهيبة، اللي اسمه مدلر أظن. ما أدري ليه ذكرني بالممثل براد بيت، أنكم تعرفوه. Куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения. Хорошо, мне что говорю? Ледяной тصريح. Должны пройти досмотр. Ла, как это бывает? طيب طب ما عليك ان شاء الله. يعني احنا بالسريع باذن الله. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Пойдем я нам кобиности. Дайте нам пройти. Не принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. والله ما ادري ايش لازم اسوي. خش يا ضع الحقيبة. كلهم قاعد يطلوا فيني. товарищ, ты нужен за Кайву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. يا سلام، ظبطنا. حلو حلو. Поздравите, Беляков. По-моему, я здесь, нет? Пойдем. Салам. الحمد لله خلص، الحمد لله عدي. والله مرة زبطنا بالكوف ذا. الحمد لله، ولكم قريب تشوفونه. Это будет продолжаться столько, сколько нужно. Что здесь происходит? Я Ольгу Соколову. Но она не спустилась в ванну. خلنا ندخل بحين. كنت زعت أحد. новые лица. Когда вы прибыли?
آه والله ما أدري شو أقول له. خلي أقول اليوم. أخذ. разумеется. То ваш командир я не расслышал. والله ما أدري. اخترت واحد الصراحة بشكل عشوائي. كويس الدنيا. Я как раз к нему на прием. Обязательно передам ему привет от вас. It's assholes like that we gotta watch out for. Gear up. They won't be happy to see us down here. Wait for my word. يا سلام سلام بدح من وجههم. خلونا ايش ناخذ المرأة على هذه البداية. طيب طب نحن هنا الحمد لله. تكتبه طيب بس اعتقد لسه فيه كمان بالعلم خيس يا بشرد الحمد لله صدره على خير. هنا ياس هم كثيرين تجيب فيهم يا ساتر فوق كمان ياخذك انت مره نهاية الحمد لله. طيب معلش معلش كان على بالك واحد منهم. لسه فيه كمان عشان كذا يا سلام الحمد لله يا سلام كمان عدوا كذا يا سلام انتبه عليهم كثير. طيب باقي لي بس كم واحد تحت. فر فر فر. لا والله حلا صعبة. طيب الحمد لله. لا كم بدي يقتلني. بس الحمد لله أنا هنا. Let's get to the vault. We're almost to the vault. بس اثنين هنا ايوه خير حلو حلو في احد عشان الغرفة السرية فمو اي احد يدخل هنا نشوف بعض المعلومات لازم تجيبها ان شاء الله ما يجون الحمد لله مسخ القرص اكو لازم استنى هنا كم لسه يا ساتر والله مطولين هنا يا اخوان نظبط نفسنا بس ما ادري صراحه ابغى اغير السلاح ولا اغيره اوكي عشان مجون رب رب.
لا والله ما شايف شيء. هنا سلام والله رشاش مره رهيب. لا والله شوك شيري لو اللي شوك شيري كمان عشان معهم شات كان فرسوه مره كبير. انتبه القراب كذا. ده كمان والله بس كثيرين هم. حلو الا الان الحمد لله كنا الوضع. لا يا سلام صريحني شويه تسير. والله مرة قرب طيب طيب خلص اخذ الديسك. حلو الحمد لله قدرناهم كلهم. انا بس اضبط نفسي بالايمو. اوكي اوكي ان شاء الله تكفي. والله صراحة المهمة الان مرة رهيبة كلها والله مهمات باللعبة ما شاء الله. يعني الان ابداع صراحة. المهمة الماضية صراحة كانت شوية غريبة كنت تجسس وكذا بس والله برضه يعني ما كانت سيئة. هي هي في حفلة هنا. طيب طيب كله علينا بس نخرج من هنا. والله ما ادري احسهم فجأة بيطلعوا. طيب انتبه بس لسه فيه. لا ساتر كلهم معهم شوت جان. والله الشوت جان سوي ضرر ترى. طيب الحمد لله هنا. This might be a way out. ان شاء الله مخرج. شوف تحتين في شيء. لا ما اعتقد. You are surrounded. We have your friend. Got Belikov. Time for plan B, Bill. ايش هي بلان بي؟ طيب نشر الغاز. شايفين دام السيركول كان قاعد يساعدنا. والله ان شاء الله ما يقتلوه. يا سلام نساعده. طيب طيب نحتاج اننا زي ما تقول ندرع نفسنا بشكل اكبر يعني نلبس درع ثقيل. المخرج الوحيد لازم نقتل الاعداء كلهم عشان نخرج من هنا. فما ادري هذا بيركوف يقول انه يعني عزم كان دايس طبعا الدرع كذا. فما ادري شو تبعد سنتر لسه فيه. فرد اللي هنا. إيش هو كريت؟ ركروي مني. طبعاً في واحد هنا. بس تأكد. لا والله ضمن كلهم تحت. هي هي. أشياء. خلاص شارك كده حلم سليم. يا سلام يا سطور بالقرام. حبيت فيهم
بخير. والله لا لا خلونا برشوش افضل. بينك في الشاتجن صراحة لازم يكون قريب. طيب هذا الدرع يعني زي ما تقول الثقيل اللي راح يعني يساعدنا بشكل اكبر نطلع من المكان ده. Meet us in the southwest courtyard in 5 minutes. Belikov is hitching a ride. Plenty of room in the back seat. Once we get off the elevator, just keep moving towards the courtyard. Get the charge ready, Bel. Let's go, Bel. والله لا لا بصراحة طريقة مرة رهيبة. يا سلام شفت هذا الفرق قاعدين مرة قليل. لو أنا حط الدرع ده الثقيل بتقول إحنا كم بدل ميت. كم كذا؟ أنا مو مرة خبها. بس عشى. إيش فيهم؟ هي انا رميت قنبلة على السيارة بس الحمد لله ما صار شيء. Time. Been waiting for your call. They caused a hell of a mess in Moscow. Was it worth it? Adler managed to get the list of sleeper agent names, despite himself. He's got balls, I'll give him that. Bell did well. Seemingly. But I think that team is getting too comfortable. They're acting like they know who they're dealing with. Perhaps. Turns out, one of those sleeper agents is tied to Operation Greenlight. Theodore Hastings. He's a nuclear engineer based out of Salt Lake City. And you believe Hastings is the one he'll activate? Exactly. Total surveillance is already underway. It's only a matter of time before he leads us straight to Perseus. This is it. The recent movements of Theodore Hastings has led us here. Cuba. Right in our backyard. A vacant government facility in the Cuban countryside has become a hub of activity for Perseus, and the likely location of the stolen nuke. No doubt Castro allowed it. $20 to anyone who can bring him down before me. Who? Castro or Perseus? Whoever. We are not gonna let him move this nuke inside the States. It's time to take down Perseus, once and for all. Team, wrap up any unfinished business. Once we strike, there's no turning back. نشوف كيش عندنا. بعد حين نبدأ مهمة يعني مرة صعبة. طيب خلاص نحن كل علي. بس خلينا نشوف ايش راح يصير هنا. طيب كل علي بس حين نجي عند لوحة الأدلة. نبدأ المهمة الجديدة. يعني هو في بعض المهمات الجانبية بس صراحة والله يا اخوان ما ادري انا بخلص المهمات الرئيسية. بعدين ممكن بعد ما اخلص المهمات الرئيسية اركز على المهمات الجانبية. خلينا نشوف الادلة اللي عندنا. نهاية الطريق بانها مهمة يعني ما ادري ممكن اخر مهمة باللعبة يعني مهمة طويلة يعني على حسب علم يعني القصة يعني طول القصة بكل فيديو يعني ما هو مرة طويل. خلاص هذه بعض الأدلة فما أدري صراحة يعني بقى قديش بس أتوقع ما بقى كثير. ما وشكت على الإيقاع اللي هو ببرسي بب
بيبريسيو. طب مكتوب أوشكت على الإيقاع بيبريسيوس في كوبا ولن تتمكن من العودة إلى لوحة الأدلة. أيوه باين هذه آخر مرة. والله ما أدري ممكن بعد ما يعني نخلصها المهمة دي باينها آخر مهمة بعدين خلاص اللعبة ممكن تعيدك هنا بس لكن ممكن يعني دحين بس يعني ما يمديك خلاص ترجع فخلاص ما عليكم خلونا نكمل. Hastings left Salt Lake City. We tracked his movements all the way to Cuba. We have to assume Perseus moved the nuke there. Langley believes Castro could help Perseus smuggle it into the U.S. in exchange for a peek at the hardware, of course. That isn't going to happen. What's the plan? The last read we have on Hastings came from 30 miles south of Havana. We suspect Perseus is using an abandoned compound there to hold the nuke. They're working under the radar, so expect moderate security. I say we smash and grab. Parachute in, grab the nuke, skyhook out. And what if the nuke isn't there? It's there. The only reason Perseus needs Hastings in Cuba is to prepare it for arming and detonation. There you have it. Hudson will arrange our exfil while we're en route. If everyone's ready, let's move out. في شايفين خلاص هذا بيبروس والله بدي صراحة اسمه شوية صعب. خلاص عرفنا مكانه كوبا. نحن كل علينا نروح نقبض عليه. أكيد ما راح يكون شيء سهل. ما بسكن إن شاء الله يعني. راح نقدر. Adler's late. ادخل الكنيسة. Now love, where are they? Adler should be checking in right about. Park, we're in position. Copy that. We're moving to flank. All teams, we do this fast and loud. Find Hastings, grab the nuke, get the hell out. Woods, light up this joint. About fucking time. Go, go, go! والله بدي ماشي في أحد الآن. والله صراحة لما يكونوا الأعداء قريبين ما أحب صراحة أواجههم بالسنايبر. السنايبر بس أفضل ما أكون بعيد عنهم. اسلح صراحة زي ما أقول لكم. ما يعجبني السنايبر. وجه الأعداء وجه الوجه. مثل اللي خربت أبدو على خصوص فيهم. كثيرين تكوب لك ان شاء الله توصل عندهم. والله في واحد مع رشاش ان شاء الله ياخذ مستلمنا. اعتقد ذاك اللي فوق طب نهايته انا لازم اجيب مكاني ذا. لا والله مستلمني انا بس فك يا اخ ذاك يا شيخ حول ولا قوة الا بالله. اللي عليه مستلمني انا بس. يقول لكم رشاش ده لازم يعني تخلص منه بسرعة. طيب رجع لهنا. شوف 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 رجع لهنا الصفر. طب طب نهاية نهاية مشكل في سنايبر فوق و... يا ساتر هم كل مكان. السلام سلم نوريكم فيهم الحين. طب طب فين السنايبر اللي فوق؟ ديه اعتقد بقى واحد كمان. لا ذاك ما مات اللي فوق كيف كذا؟ اكيد هذه فيها عاد روجنا والله ما جاء شيء. الله ياخذك قاعد اراوغ امزح معاك انا. خلونا نحاول نصير كذا. والله غريبة ما جاء في الار بي جي. هذا بعض الاعداء هنا. والله رصاص ما معانا. لا والله مرة بيصير كذا. ما اخذتها. ظبط نفسي برصاص. اللي فوق ده لازم يموت. بدي اكمل كذا ان شاء الله تجي فيهم كلهم. هذا اللي فوق لازم يموت. طب طب بقول لكم واحد بس هنا.
take the team right. Yeah, sala. What did these poor bastards? They finished their job. Hell of a reward. They've got closed circuit cameras. We could use them to locate the nuclear bomb. Sharp as ever, Park. والله اعتقد لسه في احد اشوفه لهم جو. عليهم جنة فجأة. اعتقد لسه فيه كمان. ما اعتقد دوري بعد. اوه في قنابل هنا. Bell sweep for mines. اطلق عليه افضل شيء. يا ساتر والله في كل مكان. والله قنابل في كل مكان. تكون افضل شيء اطلق عليها كذا. فين؟ اتوقع اي واحدة هذه ادعس عليها. على طول راح اموت. اخيرا ان شاء الله. هنا ما في وما في الحمد لله. كونتاكتو! هذا من فين طلع ذا؟ اتوقع لحاله. عندكم انتم هنا شو المكان ذا السري؟ انت نجي هنا؟ والله ما ادري. انا ما اظن الطريق من هنا. ولازم اروح هناك. خلاص انا فجرت كل القنابل. لا بيجون كذا. انتبه. طيب طيب. دس هنا. اعتقد بقى كم واحد بس هنا. RPG on the balcony. فين RPG؟ يا سلام نهاية RPG. بس في واحد ثاني شفته كمان. Cover my ass. الله يا نهاية ما عليك نهاية. طب طب اللي هنا اللي هنا. خلو بس يطلع. تحت كمان. والله حالة صعبة. عليكم والله كثيرين. طب نهايته ذا اعتقد في واحد هنا. ايوه حلو حلو النهايه الحمد لله. What do you say we finally grab that drink when this is over? Your persistence is admirable, Lazar. That's not a no. Jesus, get a fucking room you two. طب يا شباب رايحين للحلقه هنا. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. اتمنى ان الحلقه نالت اعجابكم. إذا تعجبكم لا تنسوا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب. وأعتقد الحلقة القادمة راح تكون الأخيرة. فأتمنى ما تحرمون من دعمكم وإن شاء الله أشوفكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.